سياسة بيع كل حاجة في مصر الإمارات هتسمح ليها بالتدخل في مصر في يوم من الأيام بدعوى حماية استثماراتها. هتقول لي جبت الكلام ده منين؟ هقول لك عملته في السودان. اتعمل في السودان. وطبعا مش حماية أملاك، دي حماية النظام العسكري اللي هو سمسار محمد بن زايد في مصر. وده كتب وراجع عفو الله في التغريدة دي، كتب يقول: يبدو ان احنا فاهمين غلط قصة شراء الامارات لاراضي واصول مصر. السيسي يدعم الحكم العسكري بشراء الامارات لاصول مصر بلا حدود حماية للحكم العسكري في القادم من الايام، حتى ان حدثت ثورة عليهم يمكن الامارات التدخل هي او احد حلفائها، يعني لحمايته من السقوط والتهديد بحرب اهلية باستخدام العرجاني عن طريق ما يسمى اتحاد القبائل العربية وعملائهم بالجيش، تضمن عدم القضاء عليهم تماما كما يحدث بالسودان، وتظل الحالة لا منتصر ولا مهزوم حتى يتم فرض أمر واقع يقبل الشعب بلا اعتراض أو ملل. وكما بررت وزيرة إماراتية علنا سبب تدخلهم بالسودان أن لدى الإمارات استثمارات بالمليارات يجب حمايتها. أستاذ راجع عفو الله، أول واحد في مصر قال الكلمتين دول كنت أنا، والفيديو موجود بتاريخه، وكان على ابراهيم العرجاني بتاريخه، الفيديو موجود بالتاريخ يا بيه، ان الامارات زرعت رجل اسمه العرجاني، والعرجاني عمل اتحاد وهمي اسمه اتحاد القبائل ليس له اي وجود. انا قلت الكلام ده من زمان يا استاذ راجع عفو الله، قلت الراجل ده لم يزرع هباء منثورا، ده اتزرع عشان تبتدي الامارات تحط رجليها، بعد ما اتزرع العرجاني اتباعت راس الحكمه، ودلوقتي بتتباع البردويل، والقادم اسوأ. وساعه ما تفتح بقك الراجل يخش يحمي استثماراته. ده انا اول واحد قلت الكلام ده على مستوى الاعلام العربي كله، والفيديو موجود بتاريخه. الخلاصه اعزائي المشاهدين ان السيسي بينفذ المخطط المرسوم ليه. شوف انا هقول لك كلمتين امسكهم عليا ويعيش الفيديو واحنا بنخلص، لكن هيعيش الفيديو. السيسي ضمن ضمان مبرم بانه فاشل، يعني السيسي كان اول ما جه كان عنده امل يعمل حاجه تبقى زي محمد علي كده، لكنه فشل العاصمه الاداريه والعالمين والجو ده، وفشل فشل ذريع. فالسيسي دلوقتي لا يعمل من أجل نجاحه، هو يعمل من أجل الحفاظ على رقبته بره حبل المشنعة. فالسيسي دلوقتي مش بيحمي استثمارات الإمارات، ولا بيحمي مشاريعه هو، ولا بيحقق رغباته خالص. ما يفعله السيسي الآن في مصر هو حماية رقبته من المشنعة، مش هو بس، هو وولاده واللي حواليه. السيسي بقاله سنتين ثلاثة كده كل اللي بيعمله انه ازاي يعمل سيناريو يفلت بيه من اي ثورة، يفلت بيه من اي محاكمة، يفلت بيه من اي قلة قيمة. بس هو خسر الشعب تحديدا من ساعة ما قدم على القرض ابو 8 مليار، وهو خلاص خسر الشعب واتطلقت والموضوع خلص بينه وبين الشعب. ولم يعد السيسي رئيسا يحكم مصر للتاريخ، ولكنه اصبح رئيس يخطط للحظة الثورة عليه، كيف ينقذ رقبته من المشنعة. عشان كده ماشي ببيع البلد، اقتصاد يتدمر ملوش دعوه بيه، تجريف مقدرات الوطن مش بتاعتنا، عشان لما تحصل ثوره ما تبقاش رقبته في المشنقه. وعشان ما فيش واحد في مصر راضع لبن امه يقول انا ممكن اعدل اللي عمله السيسي، اللي بيسموها كده سياسه الارض المحروقه. ولع في البلد، قضى على كل الروس اللي فيها، زرع الخوف جواها، وكل ده حماية لرقبته فقط لا غير، وتصبح مصر غير صالحة للحياة.
خد الفيديو ده عليا للتاريخ. والحمد لله كل مدى بنثبت لكم من 2014 ان ما من شيء قلناه الا وحصل بالظبط. انا بقول لك الفيديو ده امسك عليا. السيسي الان لا يعمل لصالح الامارات ولا يعمل لصالح الشعب المصري ولا يعمل لصالح التاريخ، هو يعمل فقط لانقاذ رقبته من حبل المشنقه، لانه ساب البلد خالص بقى. بس البلد اتثابت يعني البلد. بص اي قرصان هيخش دلوقتي هيلاقي غنيمة، بس بشرط ان لما يحصل حاجة انت تحميني. فحماية المصالح السعودية هي ليست حماية المصالح السعودية، هي حماية مصالح السيسي رقبته. حماية المصالح الاماراتية هي ليست حماية في المقام الاول، ولكنها حماية رقبة السيسي. هذا الرجل افسد مصر كما لم يفعل استعمار عد على مصر، لا الفرنسويين ولا الانجليز. انا ما اعرفش ده ايه اهو. لا في واحد قبله ده كان قريب، ده اغسطس 24 رمضان، ده في واحد قبله بسنه. انا قلت الكلام ده وخد الفيديو ده عليا. هذا الرجل يسعى، لم يعد له حاضنه شعبيه خلاص. هذا الرجل من المنتظر قريبا انه يخسر عصابته في الجيش، لانه هيجي عليهم يوما ما، هيجي على بيت العصابه هياكلوا بعض، فلن يتبقى الا هو لوحده كده في العراء لوحده، هو والعصابه بقى بتاعت الاسره. العصابه دي رقبتها هتيجي في المشنقه. فالراجل دلوقتي بيكون حلفاء من خارج الجيش ومن خارج الدوله، حلفاء بجد بقى، مش احمد موسى والعيال اللي تجري دي، لا، ولؤي الخطيب، وده كده ده جو بلدي. حلفاء بجد لهم دور في السودان، ولهم دور في ليبيا، ولهم دور في اليمن. خد الفيديو ده عليا، والتاريخ بيننا قريب.